فندخل اليوم بحول الله عز وجل إلى منزلة جديدة من منازل الإيمان، منزلة لا بد منها للسالك إلى الله عز وجل إذا كان قد سلك عبر المراتب التي ذكرنا مما فصل العلماء قبل، منطلقا من منزلة التوبة إلى منزلة الإرادة إلى منزلة التوكل، ثم بعد ذلك إلى منزلة الزهد. وذلك موضوع كلامنا الليلة بحول الله، وذلك أن المسلم الذي يريد أن يسير إلى ربه عابدا لا يمكنه أن يستمر في سيره إذا كان مثقلا بالأحمال، وتعلمون أن أخف السير هو سير المتخفف من الأثقال من بني آدم وغير بني آدم، حتى من دواب العصر من المراكب الأرضية والهوائية، فكلما أثقلت على سيارتك الأحمال كلما أبطأت سرعتها، وكذلك سائر المراكب. وهذا قانون من قوانين الله في الكون، أي سنة من سنن الله في الناس وفي الكون. فالسائر إذن الذي يرجو أن يصل مبكرا ويصل حقيقة ينبغي أن يكون متخففا غير مثقل ولا متثقل. والتخفف المقصود هاهنا التخفف من الكسب الكثير، وذلك الزهد. وسنحاول بحول الله بيان الوجهة الشرعية لهذه المنزلة وهذا المصطلح. فكثير من الناس ظن الزهد أن تلبس المرقعات وأن تنقطع عن أكل اللحم وأكل الطيبات من الرزق لتكون زاهدا، وما ذلك بزهد. فمن فعل ذلك وقصده فقد خالف أمر القرآن، كلوا من طيبات ما رزقناكم. والأمر في القرآن إما أن يفيد الوجوب أو الندب أو الإباحة. وسنبين بحول الله أن مثل هذه الأوامر أصلها فعلا الإباحة، ولكن قد يؤول أمرها إلى الوجوب في بعض الأحيان، وإن فعل ذلك خالف سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لقد كان يحب لحم الكتف كما صح عنه، ويستعذب له الماء، ويحب الثريد، إلى غير ذلك مما ذكر في كتب الشمائل وفي الصحيحين أيضا. فما الزهد إذن إذا لم يكن أن تتقلل من الطيبات من الرزق؟ لا بد من بيان أن أفعال الإنسان تحكمها أحكام شرعية خمسة، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: الواجب والمندوب والمكروه والحرام، ووسط ذلك كله المباح. وأجمعوا على أن ترك الحرام ليس زهدا. لا يمكن أبدا أن يقول والله فلان يزهد في شرب الخمر، هذا رغما عنه يجب أن يترك شرب الخمر، يجب عليه، ليس زهدا وتفضلا منه، وإنما وجوبا أن يترك شرب الخمر. فلا يسمى تارك الحرام زاهدا، تارك الزنا وتارك شرب الخمر وتارك الربا وتارك كل المحرمات نصا وقياسا، لا يسمى تارك ذلك زاهدا. ولا يسمى أيضا تارك المكروه زاهدا، لأن المكروه نهي عنه، لا يكون المكروه مكروها إلا إذا نهى الشارع عنه. صحيح أن النهي عن المكروه ليس نهي حتم، ولكنه نهي على كل حال، فمن استجاب للنهي فإنما ذلك من باب الطاعة المطلوبة، هي مطلوبة أن تترك المكروه، أمر مطلوب لكن ليس طلب جزم. وليس معنى ذلك أن عليك أن تقصد إلى المكروهات، لا أبدا، من قصد إلى المكروهات قصدا فقد خالف قصد الشارع إذن، لأن الله سماه مكروها. وإنما الفرق بين المكروه والحرام أنك إن وقعت في المكروه قيل لا حرج، يعني ليس فيه عقوبة، لا حرج، ولكنه نهي مع ذلك. ولذلك قالوا يلام فاعله، ولو داوم الإنسان على المكروه لصار إلى الحرام حتما، وهذا أمر أيضا معروف. إذن لا زهد في الحرام ولا زهد في المكروه، وإنما هو امتثال. الاستجابة لترك الحرام والاستجابة لترك المكروه تسمى امتثال، يعني امتثال أمر الشارع، تطبيق، هو من باب قوله سمعنا وأطعنا. أما الواجب فلا يمكن أبدا لا بمنطق الشرع ولا بمنطق العقل أن يتصور فيه زهد، من زهد في الواجب فقد خرب دينه إذن، ولا يمكن أن يتصور ذلك أيضا في المندوب، كيف يزهد الإنسان في المندوب والمندوب مطلوب فعله؟ بقي المباح. إذن لا زهد في المطلوبات ولا زهد في المنهيات، بقيت درجة الصفر المباح الذي فعله كتركه. ها هنا كلام قال العلماء في تعريف المكروه: إنه ما استوى طرفاه، فلا يؤجر فاعله ولا يوزر،
يعني لا إثم في فعله ولا أجر في فعله، وأيضا لا أجر في تركه ولا وزر في تركه، ولو حصل أن الأجر في فعله لما بقي مباحا، لأن قلنا المباح ما استوى طرفاه، فكيف يكون فيه الأجر ونقول ما استوى طرفاه؟ إذن طرفاه ليس سويين ولا سيين، لا يكون مستوي الطرفين إلا إذا كان لا أجر لا في الفعل ولا في الترك، ولا وزر لا في الفعل ولا في الترك. فأين هذا الزهد إذن؟ قال العلماء إن المباح على ضربين، وها هنا فعلا فصل علماء الأمة ممن تذوقوا نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية بصدق، وكشفوا عن مقاصدها بتوفيق من الله عز وجل، فوجدوا وبالاستقراء وبالشواهد أيضا، وسنبين ذلك بحول الله، أن المباح نوعان: مباح صرح بإباحته، يعني واحد النوع ديال المباحات موجود تصريح بالإباحة دياله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، صريح. إباحة الزواج، تناكحوا تناسلوا، أمر يفيد الإباحة، وهكذا سائر المباحات التي صرح فيها بالإباحة صريح. فكل مباح إذا صرح به فهو مباح مخير فيه، يعني لك أن تفعله ولك أن تتركه، خير. ولا يخيرك الله عز وجل إلا بين خيرين، لا يمكن أن يخيرك الله بين خير وشر، لا يتصور. يخيرك بين خير وخير، أن تشرب كأسا من الماء الآن أو لا تشربه سواء، هذا نوع وسنعود إليه بحول الله. نوع من المباحات لم يصرح بإباحته، لا تجد له ذكرا لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن سكت عنه، سكت عنه، وفي الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. سكوت الشارع عن أشياء لا يمكن أن يفهم منه التحريم، لأن الله لو أراد أن يحرم شيئا حرمه نصا، ولا الكراهة، لأن الكراهة أيضا تؤخذ بالنص أو بالقياس. فسكوت الشارع عن بعض الأشياء يعني أنها مباحة لكن ليست من درجة المباح الآخر الذي صرح بإباحته تصريحا. وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم. وفي الحديث أيضا أعظم الناس جرما يوم القيامة رجل سأل عن مسألة فحرمت بسبب مسألته. وهذه النصوص تفيد أن المسكوت عنه في الشريعة ليس من نوع المباح المصرح بإباحته، لأن هذا المصرح بإباحته هو خير فعلته أو لم تفعله، فعلك وتركك فيه خير. أما هذا المسكوت عنه ففعله ليس كتركه، بل تركه أولى خير، ولو كان فعله خير لصرح الشارع بإباحته ونبه عليه إلى أنه نوع من المباح موجود، إن شئتم فادخلوا فيه، ولكن سكت عنه، ولو نطق لحرمه أو كرهه، وإنما سكوته لأن تحريمه قد لا يطيقه الناس فسكت عنه رحمة بكم، كما في الحديث رحمة بكم، لأنه لو تكلم فيه لحرمه أو لنهى عنه نهي تحريم أو نهي كراهة على الأقل. وبالمثال يتضح المقال، لنمثل لهذين الأمرين من المباح. المباح الذي يقال فيه مخير فيه لا زهد فيه، لا يجوز أن تزهد في المباح المصرح بإباحته، يعني النوع ديال المباحات المذكور في الكتاب السنة لا يليق بالمؤمن أن يقول أزهد في هذه المباحات، كيف تزهد فيها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزهد فيها، أنت خير من رسول الله حتى تزهد في تلك المباحات؟ إذن ما فعل ما فعل عليه الصلاة والسلام من الدخول في ذلك النوع من المباح إلا لتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام. وأنواع المباحات المصرح بإباحتها يمكن إجمالها في كلمة أو كلمات، هي ما يخدم الضروريات الخمس. معروف أن الشريعة ديال الإسلام جاءت لبناء خمس ضروريات، ضرورة الدين واحد الخمسة ديال المعاني، باش نبسط هذا الكلام، خمسة ديال المعاني مطلوبين، الشريعة جات كتطلبهم باش يكونوا في الناس: الدين أولا، النفس، العقل، النسل، المال. هاد الخمسة الأمور كل مباح يخدمها فهو مباح مصرح بإباحته، مطلوب أن يقتنيه الإنسان على أنه مباح. فإذا كان الأكل والشرب طعام والشراب مباح،
اللباس مباح، وأكل الطيبات من الرزق جميعا مباح. هذا الأمور من المباحات، لو أن الإنسان أضرب عنها إضرابا، مثلا الطعام، شي واحد انقطع الطعام ما كلاش اليوم وما كلاش غدا وبعد غدا سيموت، فيكون منتحرا. إذن ها هو ترك المباح أدى إلى إهلاك النفس، والنفس ضرورية من الضروريات. لا تقتلوا أنفسكم، وإذا هلكت النفس هلك الدين، لأن الدين إنما يقوم بالنفس. كيف يكون الدين في الأرض إذا غاب الإنسان؟ لا يمكن. إذا لابد من إحياء النفس. فأن تأكل وتشرب مباح، ولكن خصك تعرف بأن تركك لذلك المباح إن صار لك عادة فسيؤدي إلى خرم هذه الضروريات الخمس، إلى نقض أصول الشريعة، فيكون إذن هذا الفعل المباح مطلوبا. لا يجوز أن يقول شخص إني أزهد في الطعام والشراب، لا، بل إذا وسع الله عليك في الرزق فكل، طبعا بغير إسراف ولا تبذير، لتتقوى على طاعة الله ولتظهر آثار نعمة ربك عليك ولتشكر الله عز وجل على ما أنعم عليك. ولذلك قلت كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وجد أكل من اللحم لحم الكتف وأكل السريد، وإذا لم يجد لا تشتعل النار في بيته الشهر والشهرين كما قالت عائشة في الحديث الصحيح. ويعيشون أي آل البيت على الأسودين الماء والدقل، يعيشوا شهرين وشهر ما كيلقوا ما يأكلوا، يشربوا الماء والتمر الرديء، يعني ذاك التمر العيان الدقل رديء التمر لأنه ما لقاش، ولكن من اللي كيلقى عليه الصلاة والسلام يأكل ما أنعم الله عليه به. فإذا مثل هذه المباحات لا يقول الإنسان أنا أزهد فيها، خاصة وأنه إن كان من الميسرين الموسع عليهم فزهده حينئذ يتحول إلى شيء آخر، إلى بخل. الإنسان كتلقاه وسع عليه الله عز وجل ونعمه وأكرمه ويدر الإضراب مثلا على الفاكهة، ما يدخلش دار الفاكهة إطلاقا مثلا، هذه من طيبات الرزق، هذا يدخل على أهله الحرج ويجعله لا يشكر نعمة الله حقا. فينبغي أن يتناول ذلك الطيب من الرزق ولو من حين لآخر، من حين لآخر، حتى يكون متناولا للمباح وقد وسع الله عليه في ذلك. فما جعل الله المباح مباحا إلا لتدخل فيه وتتناوله، ولو كان الخير في تركه لحرمه أو على الأقل كرهه، ما دام هذا المباح يخدم النفس ويخدم الدين. ومن المباحات أيضا التي لا يجوز الزهد فيها الزواج مثلا. تصور لو أن فرضا من الأمة واحد ما تزوج إطلاقا حياته كلها، موقع الدنيا ولو لا يزيد ولا ينقص من الأمة شيئا، ولكن لو أجمع مثلا المغاربة كلهم على ترك الزواج بعد 100 سنة لن يبقى مغربي على وجه الأرض. فإذا لم يبقى الناس في الأرض انعدمت النفس وانعدم الدين، لأن الدين إنما هو بمن يتدين. ومن هنا لا يجوز إطلاق فتوى عامة بتحديد النسل، يمكن في نازلة لفلان أو لفلانة لحالة خاصة طبية معلومة، أما للعموم هكذا بإطلاق هذا يخالف مقاصد الشريعة التي تسعى إلى الإكثار من النسل وإقامة الدين، لأن بالإنسان يكون الدين. من هنا إذن الزواج يصبح مباحا، لكنه في المقاصد يؤدي إلى إقامة الدين وإقامة النسل، استمرار النوع البشري. فهذا لا يقال يزهد فيه، لا زهد فيه، ولا أجر في ترك الزواج، لا أجر في ترك الزواج، ولا أجر في ترك الطعام والشراب من المباحات، لا أجر في تركها إطلاقا. وحديث 3 رهط ليس عنا ببعيد، حديث عائشة جاء 3 رهطين إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أحدهم قال أما أنا فلا أتزوج النساء. وقفت عند هذا الشاهد، هذا اللي كيهمني، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك، قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا أنكر على من قال وأنا أصوم الظهر ولا أفطر، يصوم اليوم وغدا وبعد غدا ديما، قال وأصوم وأفطر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيرد عليه، أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له. فالعبادة الحق والتقوى الحق إنما هي إتيان ما أحل الله، اللي بغى يكون عابد لله حقيقي يلقى المباح خصو يتناول المباح، ثم قد يقع من ترك المباح أن تصيب الأمة بتضليل، يمكن ما تجيبهاش غير فراسك، تجيبها حتى في عباد الله.
كما وقع في التاريخ، شحال من واحد انقطع عن أكل اللحم فظن جهلة الناس أن اللحم مكروه وانقطعوا عنه. وقد وقع لبعض المتفلسفة في الزمن السابق حتى صاروا نباتيين، يأكلوا غير النباتات، ما يأكلوش اللحم ومشتقات اللحمية. هذا خطير، لأن هذا تشريع مضاد للشريعة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. تحريم المباح، تحريم المباح لا يقل خطورة عن إباحة الحرام. اللي قال لك شي حاجة مباح حرام ولا مكروه راه بحال إلا قال لك الخمر حلال، إلا قال لك اللحم حرام راه بحال إلا قال لك الخمر حلال. تحريم المباح كإباحة الحرام خطير وخطير. لما؟ لأنه افتئات واستدراك على الله. يجي تفهم على ربي عز وجل يقول له لا اللحم خصنا نحرمه، هو أباحه، فبأي حق تأتي لتحرمه بعده؟ صحيح أنت ما تحرموش بلسانك، ولكن تحرمه بسلوكك. ملي تنقطع عليه ما تاكلوش اليوم وغدا وبعد غدا وعندك، ماشي ما عندكش، الا ما عندكش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. راه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كيلقى ما يطيب شهر وشهرين، ولكن ملي كيلقى كياكل. الا عندك وما كتاكلوش قصدا زعما كتزهد فعليك وزر، ماشي عندك الاجر، عليك الذنوب، لانك تفتئت على الشارع، يعني كتفهم على ربي، كتفهم عليه وتزيد عليه من وراه، هذا لا يجوز. اذن كل مباح يخدم الضروريات الخمس، كل مباح المقصود ديالو كيؤدي لخدمة الدين ولو من بعيد، وخدمة الحياة النفس، وخدمة النسل تكاثر الأبناء والأسرة والتربية، وخدمة المال تجاري، كل ذلك مباح لا يجوز للإنسان أن يزهد فيه. شي واحد يزهد من الخدمة، ما يمشيش يخدم يقول لك والله أنا زاهد وقعد في الضل، هذا متواكل. وتكلمنا على التوكل في الحصة السابقة، ووزره أكثر من أجره، بل لا أجر له. فيما الزهد إذن؟ في المباح المسكوت عنه، هذاك المباح اللي سكت عليه الشارع ما تكلمش عليه، لأن كل هذه الأشياء التي تخدم هذه الضروريات الخمس تكلم عنها الشارع إباحة في القرآن أو في السنة، وكانت من سلوك النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة والقدوة الرفيعة تناول المباحات، هذه المباحات منها ما هو منصوص عليه ومنها ما يفهم بالقياس. إذا ركب الجمل حنا نركب السيارة مثلا أو الطائرة يفهم بالقياس، وهكذا. والآيات العامة فيها عموم شاملة لكل المباحات إلى قيام الساعة، فكل الطيبات من الفواكه التي لم تكن في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فواكه حديثة تخرج الآن، تدخل كلها في طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيبات الرزق قالوا هي الأشياء الزائدة عن الضرورة من المتع، الأشياء اللي زايدة عن الحد الضروري، وهي التفكه بالنعم مما أنعم الله به على العباد. وفي الحديث الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، واحد الصحابي خاف يكون كبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وهذا حديث صحيح الإسناد. فكل ما يتجمل به الإنسان من طيب اللباس وطيب المركب وطيب المسكن كل ذلك من المباح الذي لا يجوز الزهد فيه. ما خصش بنادم يقصد يزهد فيه، فلا أجر في الزهد فيه ولا في تركه، بل إن والإنسان أن يعبد الله به تحول من مباح إلى مندوب في الأجر، ماشي في الاصطلاح، ماشي في المعنى، تحول من مباح إلى مندوب أو إلى واجب في بعض الأحيان من حيث الأجر. الأجر ديالو، الأجر اللي كيعطيك الله على بعض المباحات كالأجر الذي يعطيك إياه على بعض المندوبات أو في بعض الأحيان على بعض الواجبات، على بعض الواجبات أيضا. إذن نعرف الآن ما المسكوت عنه. شكون هو المسكوت عنه؟ المسكوت عنه في الشريعة إنما يقال لما كان عام البلوى في زمان الرسالة ولم ينزل فيه نص. ما يجيش واحد يقول لنا وديره أتاي من المسكوت عنه خصنا نزهدوا فيه، هذا لا يقال. علاش؟ لأن أتاي ما كان شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتسمى شيء حاجة مسكوت عليه حتى يكون كان في الزمن النبوي، لا سلبا ولا إيجابا، وما تكلمتش عليه السنة لا سلبا ولا إيجابا. يقولوا ودي هذا كان في حياة النبي وما تكلمش عليه القرآن وما وردش في السنة، هذا هو المسكوت عنه. واش القرآن ما سقله خبر الله عز وجل؟ يعني هذاك الحادث لا يمكن، فالله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فإذا أما وقد علمه الله ولم
يوحي فيه شيئا لا بالكتاب ولا بالسنة فمعناه أنه قد ساكت عنه، ما بغيش يتكلم عليه. علاش ما بغيش يتكلم عليه؟ لأنه لا تكلم عليه غادي يحرمه، لأنه ما صالحش وسكت عليه، خلاه من المباح. ولكن من المباح اللي سكت عليه، إلا درتو ما كاين باس، وإلا ما درتوش أحسن، لأن هذاك النوع ديال المباح إلا درتو أحسن، إلا درتو أحسن راه تكلم عليه ما سكتش عليه. كإباحة الزواج تكلم عليه، وإباحة الطعام والشراب، وإباحة اللباس، وكل المباحات في زينة للناس يحبوا الشهوات من النساء. الزواج مباح، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يعني المال بصفة عامة، والخيل المسومة الكسب من سائر الحيوان والأنعام والحرث، كل ذلك متاع الحياة الدنيا. طبعا أنا نفسر الآية، مرانيش نقرأ بالعبارات. زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذن هذه أصول وكليات ديال المباحات. فاللباس أشير إليه في الأنعام لأنه من صوافها وأوبارها، نلبس. وسائر أمور الإنسان التي يحتاجها تستخلص من هذه الأصول، فصرح بها الشارع، تكلم عليها الله عز وجل في القرآن، وفصلتها السنة. ولكن نوع ديال المباحات اللي خصنا نزهدوا فيها ما تكلمش عليها القرآن الكريم ولا السنة النبوية، سكت عليها. قلنا سكت عليها لأن إذا نطق بها غادي يحرمها، إذا نطق بها غادي يحرمها، ولكن سكت عنها رحمة بكم كما في الحديث، فلا تسألوا عنها. فإذا لا تسألوا عنها بقت في المباح، لأنه لو تكلم لوجدت النص، النص غير موجود، سكت عنها. مثال ذلك الغناء، هذا اللي متقاتلين عليه العلماء من زمان. الغناء، الغناء من عموم البلوى، من عموم البلوى في زمان الرسالة. اش معنت من عموم البلوى؟ شي حاجة اللي ما مخبعش. العرب قبل الإسلام أمة مغنية، معروف العرب كان لها صناعة واحدة، واحد الحرفة واحدة كانت عند العرب في العلوم والفنون، هي الشعر. وشعر العرب غنائي، وكان الأعشى يسمى صناجة العرب، يعني كمن جا ولا قنبري ديال العرب، لإنشاده شعره، ولأن العرب كانت تتغنى في أفراحها وفي أحزانها. ولا يقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف الغناء، يعني ما عرفوش، ما صيقلوش الخبر أبدا، بل كيعرفوه كاين وصيقلوا الخبر. وثبت في السيرة أنه مرة وهو في طفولته عليه الصلاة والسلام مشى لواحد الحفلة ديال قريش يتفرج، وخلى الغنم ديالو عند واحد شدهم ليه ومشى هو الحفلة، فملي مشى غير هما بغاو يبداو، وهو داه الناس محل عينه حتى فيقته الشمس فلم يرى شيئا. فما ثبت فعلا، ما ثبت ولا مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع فعلا بقصدين، بقصدين يعني مشى بالقصد وجلس في محاضر الغناء وفي مجامع الغناء. ولكن لا يوجد نص واحد في القرآن يحرم الغناء إطلاقا، ولا نص واحد. غادي تقولوا لي له الحديث، قيل هذا الكلام منذ القديم، وكل الأسانيد التي أسند فيها ذلك لابن عباس في قوله الغناء وفي قوله الطبل كلها ضعيفة، وقد ضعفها ابن حزم منذ القديم. ثم بعد ذلك عندنا واحد الأمر الآن، إذا أراد الله عز وجل، هذه قاعدة من قواعد التشريع الكبيرة، إذا أراد الله عز وجل أن يحرم شيئا حرمه باسمه، ما كيكنيش عليه. أراد أن يحرم الخنزير فقال الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما بسميته. والعرب لا تعرف الخنزير، خنزير ماشي حيوان كيعيش في الصحراء، كيعيش في البلاد الغبوية الرطبة الندية، مش كيكل ما مش يلقى ما يأكل، ما الصحراء ما عنده ما يأكل. الصحراء تعيش فيها الضباع والسباع والحيوانات الأخرى الصحراوية معروفة. وهذا عجيب، سنتأملوا. شوف الله عز وجل أراد أن يحرم الخنزير وخا العرب ما كيعرفوش، أغلب العرب يومئذ ما شافوش الخنزير تبعينيهم، ماشي غادي يلقوه يأكله، وحرموا. علاش حرموا؟ أولا لأنه أراد أن يحرمه، فإذا أراد فقد أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. واحد اثنين، لأن الله يعلم وهو العليم الخبير أن الأمة الإسلامية ستمتد إلى بلاد الماء كالمغربي والأندلس، وإلى بلاد أوروبا كما كانت قبله ممتدة حتى بلاد البلقان حيث يعيش الخنزير بكثرة، وغادي المسلمين يأكلوا الخنزير وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فحرمه على من سيأتي، صحيح حرمه حتى على السابقين طبعا، ولكن العبرة بالنص عموم الأمة في الزمان المستقبل والزمان الحاضر. والله عز وجل يعلم أن العرب أمة مغنية، وهي كذلك في جاهليتها
وممن لم يسلم في زمان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ستبقى إلى يومنا هذا. مازال الآن العرب أهل الطرب، وهذا مشهود مسموع، كين ما مشيت غير تخرج من هنا وانت تسمع. فما حرمه بنص قرآني؟ حرم الخمر بنص قرآني، الحاجة اللي عنده ربي عز وجل بها الغرض ما كيخليهاش حتى للسنة، يحرمها بالقرآن. عنده الغرض بتحريم الخمر نص عليه، له إرادة في تحريم الخنزير نص عليه، له إرادة في تحريم الدم نص عليه، له إرادة في تحريم الميتة نص عليه، وأصناف أنواع الميتة من الناطحة والمتردية إلى آخره، كل شيء نص عليه. وله إرادة في أن يحرم زواج الأمهات نص عليه، حرمت عليكم أمهاتكم الآية، وما شابه ذلك وما قيس عليه. فكيف يقال إنه لم يحرم الغناء وهو حرام؟ فأحد أمرين، إما أنه سبحانه ما سيقلو خبر وهذا مستحيل، أو ما بغاش يحرمه. أعطيني احتمال ثالث. لا تجده لو أراد أن يحرمه لحرمه نصا، لأنه مش شي حاجة اللي صغيرة غابرة، هذا راه الغناء شي حاجة اللي هي في كل الناس، ولو حرمه لدخل الناس وأجمعون جهنم. أنت تخرج من الطريق ويصب على أذنيك صبا، فين تمشي؟ لا يطاق تحريم الغناء، لا يطاق. والله عز وجل رافع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت على من قبله، فيه حرج صعيب على الناس يتحرم الغناء. ثم بعد ذلك هو فطرة في الإنسان، الإنسان من الفطرة ديالو أن يتغنى، ولكن ما زال ما كنقول شراه مباح، كنقول غير ماشي حرام فقط. هذا سكت عنه، سكت عنه. الأحاديث النبوية كيدوروا اللي كيحرموا الغناء يجري 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 حتى يعيا ويوصلوا حديث البخاري فقط، هذا اللي كيبقى ليهم. يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، هذا اللي كيلقوا. قبل ما نفصلوا هذا الحديث هذا، واش يكون الغناء حرام والدور القرآن كامل ما تلقالوش آية صريحة بسميته، والدور السنة وما أدراك ما السنة، الآلاف ديال الأحاديث في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود والمساند بعد ذلك، يعني الآلاف الآلاف ديال الأحاديث، الدور 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 باش تجي لهذا الحديث بوحده اللي تلقى. كيف النبي صلى الله عليه وسلم زاد بإذن الله طبعا في المطعومات أشياء، زاد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، نهى الله عز وجل على الميتة ونهى على الخنزير ونهى على الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد شي حاجة في هذه المطعومات، نهى عن كل ذي مخلب من الطير، طيور اللي كتاكل لحم، حل الحدية الحداء والنسر والغراب والصقر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليها. فدار النهي بين التحريم والكراهة، وكل ذي ناب من السباع، من القط حتى الأسد، مرورا طبعا بالكلب وبالذئب الى اخره، كاع الوحش اللي ياكل الحمره النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه، وذوات السموم الحيه وما شابهها، كل ذلك نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. والاحاديث في هذا الشيء كثير، شي واحد ولا جوج. ونهى عن الحمر الاهليه، يعني الحمير اللي نخدموا بهم، والبغال، والاحاديث ايضا في هذا كثير. فكيف كيبقى غير هذا الغناء اللي لقينا فيه حديث واحد؟ فيه شي حاجه، هذا منطق التشريع وأصول التشريع هكذا يتكلم. ثم بعد ذلك نجيو للصيغة ديال الحديث، يستحلون، هذه فاش كيشدوا الذين يحرمون بالنص، يستحلون. ما معنى يستحلون؟ يعني كيردوها حلال، الألف والسين والتاء للطلب كيحولوها، وللتحويل أيضا، للتحويل، استنسر تحول نسرا، واستنوق تحول ناقة، استنوق الجمل تحول ناقة، يستعملوه في الكناية على الرجل كيولي شماتة ضعيف، استنوق الجمل، يجمل ولا ناقة. فإذا الألف والسين والتاء عندها معاني، من بينها الطلب ومن بينها التحويل أو التحول، فيستحل يحول الحرام إلى حلال. طيب هذا اش كيتفهم منه؟ يسميه العلماء مفهوم المخالفة، صعيب يتفهم ولكن أنا نبسطه بحول الله عز وجل. يعني المعنى ديال الكلام أنه اللي كيجي ويقول لنا هذه حلال وهي حرام، ما معنى هي حرام؟ سبق النص بتحريمها، كاين فيها واحد النص من قبل محرمها. أما الزنا الحير صحيح لا تقربوا الزنا، كتلقى النص اللي حرمها. فإذا قال واحد يستحل الزنا كيتفهم يعني كيردوا حلال، سبق تحريمه لا تقربوا الزنا. يستحل الخمر، نعم يستحل الخمر لأنه سبق تحريمه، إنما الخمر والميسر والنصاب الآية. الحرير سبق تحريمه على الرجال، هو الذهب مباح لإناث أمتي حرام على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل ما ذكر في هذا الحديث سبق تحريمه بالنص،
فإذا جاء أحد يستحله بغي يحوله الحلال كتفهم. فإذا ما النص الذي سبق تحريم الغناء به؟ ما تلقاش. لكل لقاه أنا ولا تلقاه أنت، لكل لقاه بعد من زمان العلماء اللي دحسوا باش يحرموا الغناء وما لقاوش. ولكن نديروا الجهة الأخرى، لو كان الغناء مباحا حقا والنبي صلى الله عليه وسلم شجع الصحابة باش يديروا المباحات، والله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم يترك شي حاجة اللي هي حلال، لما تحرم ما أحل الله لك؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما غنى ولا قصد يسمع الغنى؟ علاش الصحابة عمرهم ما تبت في شي حديث أن شي صحابي هز زمارة كيغيط بها ولا شد كمانجة كيضرب بها؟ ولا حديث. إذن شي حاجة في هذا، هذا هو المسكوت عليه، ما تلقاه هنا ما تلقاه هنا. فإذن مثل هذا الذي يقال فيه الزهد، هنا تزهد في مثل هذا، فتركه خير من فعله، ولو تكلم الله فيه لحرمه، وإنما عفا، العفو عفا اسمح لنا، لأنه لو لم يعفو لدخل أغلب الناس النار، لأن هذا مما يصعب تركه، صعيب تركه، كتمشي حتى تعي وتبقى تهرنن بوحدك تبقى تغني، هكذا يقع لنا جميعا. وعفا عن أشياء الحديث، عفو عفو، هذا المسكوت عنه. والمؤمن الصالح الوارع حقا يزهد في مثل هذا، في مثل هذا يزهد الصالحون، لأنه لا يليق، لا يليق بالمسلم الصالح التقي الورع أنه يكون شد كمان جولة شد بندير كيضرب، غير معقول. ولو فعله عالم لسقطت مروءته. صوروا مثلا شي فقيه من الفقهاء اللي تعرفوا شد بندير وخدم كيضرب، حتى واحد ما بقي يسمع الفتوى ديالو، تسقط مروءته، ما تبقاش عنده قيمة عند الناس. وعبر التاريخ، إذن علاش ما كتبقاش عنده القيمة عند الناس؟ في النفس من الغناء شيء، يعني الناس كيعجبهم الغناء ولكن ماشي شي حاجة مزيانة، حرفة سيئة. ثم هو بعد ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله يحلل النفس، يعني كيميع النفس، غناء الإكثار منه، بنادم يكثر منه يتميع. ودليله الاستقراء من التاريخ ومن الواقع، الاستقراء التام، ما اجتمع الغناء في قوم إلا كانت فيهم مصيبتان، ما يمكنش يتفرقوا عليه. فين ما لقيت شي بيئة دوك هالفن، في المغرب، في المشرق، في الصين، في اليابان، في أمريكا، في أي بلاد، وفي التاريخ من زمان، من يوم أن عرف الإنسان الآلات، آلات الطرب، فين ما لقيت هذا الفن تلقى فيهم جوج ديال الآفات، الزنا والخمر. واعطيني الدليل المعاكس، أغلب من يموت منهم بأمراض قاتلة ترجع إما للزنا أو للخمر والمخدرات. وما كلاش نذكروا الأسماء، نحن في مسجدين. إذن ما لهادون بليين بهذا الشيء، سببهم الطرب. اليوم وغدا كتخسر النفس، إن سمعته مرة يقال لك لا حرج ويسمع، إن صار لك عادة تلك هي المصيبة. فالزهد في مثل هذا مطلوب، هذا يزهد فيه ومأجور تاركه إن شاء الله. فإذا باش تجي وتقول حرام صعيب، وباش تجي وتقول حلال 100% صعيب. فهو إذن مسكوت عنه، معفو عنه من قبيل المباح، ولكن المباح المسكوت عنه ماشي المباح المصرح بإباحته. فتركه إذن خير من فعله، لأنه لا يخدم الضروريات الخمس بل يهدمها. هذاك النوع ديال المباح المصرح بإباحته اللي صرح الله عز وجل بالإباحة دياله في القرآن وفي السنة، كيخدم الدين وكيخدم النفس الإنسانية وكيخدم النسل ويخدم المال ويخدم سائر الضروريات، كما بينا في الزواج والطعام والشراب واللباس والتمتع بالطيبات من الرزق. فإذن يمكن أن يكون، بل إن المباح المسكوت عنه يهدم تلك الضروريات. المباح اللي سكت عليه الله عز وجل ما تكلمش فيه كيهدم الضروريات الخمس. ها نحن مثلنا بالغناء، اللي دوم عليه غادي يخرب دينه ويخرب النفس ويخرب النسل ويخرب الحياة، لأنه يؤدي إلى تحلل الإنسان من التكاليف، ما كيبقاش يطبق الدين ديالو مزيان، ثم تصيبه الآفتان الزنا والخمر. وما تقول لي جودي كان عرف واحد الفنان ما عنده زينة ما عنده خمر، شحال واحد فاش النسبة دياله؟ واحد في المليون، لا عبرة به، لأن الشريعة جات للأغلب العموم، والشاذ لا حكم له. وفي كثير من الأحيان كتلقى غير عفى عليه الله، من قبل كان كذلك، وسببه الغنى. قصدنا هذه الأنسية ماشي باش نبينوا حكم الشرع في الغنى، لا أبدا، وإنما القصد هو باش نتكلموا على ما معنى الزهد اللي غادي نفصلوا فيه في لقاء لاحق بحول الله. فإذا الزهد لا يجوز أن تستعمله في الواجبات ولا في المندوبات ولا في المكروهات والمحرمات، لأن هادو من غير خاطرك تزهد فيهم،
ولا في المباحات المصرح بإباحتها. المباحات المصرح بإباحتها لا تزهد فيها، بل تناولها بالقدر الشرعي، واشكر الله على نعمه، وازهد فيما سكت عنه الشارع، فيما ينقض الدين، فيما يهدم الإسلام ممن لا نص فيه، مثل هذا يزهد فيه الإنسان. ويقاس على ذلك أشياء كثيرة. نعطي واحد المثال، بعض الأحيان كيولي واحد المباح هو مباح، ولكن ملي كيجي في الطريق ديال الحرام كيولي في بعض الأحيان مباح يسكت عنه، تركه أولى وخير من فعله. مثلا شرب الماء، شرب الماء ما كاين باس، هذا مباح مصرح بإباحته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الماء البائت كما كاين في السنة الصحيحة وفي الشمائل، كان كيخلي الماء يبات حتى الغداء عاد كيشربوا، كيبات في البرادة ولا شي حاجة، يحب الماء البائت. على كل حال الماء راه من الطيبات، طبعا من أصول في غير من الطيبات، من أصول الطيبات والضروريات، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولكن غادي في الطريق ولقيت خمارة حانة بار أعزكم الله، وقلت المولى أعطيني شربة ديال الماء مباح، حتى واحد ما يقدر يقول لك حرام ودي تشرب الماء، جاك العطش شربت أميها من عند مول القهوة واخا كيبيع الخمر مباح، الكاس نقي وتشرب الماء اللي حلل الله حلال. ولكن إلا شربت اليوم في ذاك الموضع الله أكبر، وشربت غدا في هذاك الموضع، وشربت بعد غدا في هذاك الموضع، فصار تناول هذا المباح في ذلك المكان مرتبطا بالمكان، والمكان مكان منكر، المكان مكان منكر، فيحصل تطبيع نفسي مع المنكر، كتولي تولف تشوف المنكر، فلا يؤمن عليك أن تشرب في يوم ما الخمر. ولذلك مثل هذا المباح معفو عنه، هذا من ذاك النوع ديال المباح، إلا شربت الماء من صاحب الخمارة يقال لك لا حرج لا بأس، ولكن إلا وليت اليوم وغدا تشرب من عنده واحد نهار تشرب عنده شي آخر، فهو مباح بالجزئي حرام بالكلي، ما خصوش يولي عندك عادة. فمثل هذا يزهد فيه، الماء ديالو بحال الحرام ديالو، واخا ماشي حرام كتقول بحال الحرام ديالو، ناقص من الماء ديال هذا السيد ما تشربش عنده، هذا زهد مأجور عليه بإذن الله. وكذلك من خالط ماله مال حرام، المال ديالو مشبوه فيه الحلال، لا تعرف فيه الحلال ولكن مخلط، الزهد في مثل هذا زهد مقبول مأجور إن شاء الله. بعد منه وقلب على واحد اللي المال ديالو طيب صافي ترتاح، وهذا الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الخلاصة ديال الكلام المشتبهات، وبينهن أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذن الزهد يكون فيما اشتبه وفيما تشابه وفيما كان وسيلة ولو من بعد إلى الحرام أو إلى المكروه فيزهد فيه الإنسان. وخاتمة الكلام أن الزهد أيضا يمكن أن يحصل فيما لم تستطع الوصول إليه، ولكن بالمعنى النفسي الوجداني. معنى ذلك واحد الحاجة من المباح، من المباح المصرح بإباحته، ولكن أنت ما وصلت لهاش، يزهد فيها. ما معنى يزهد فيها؟ ماشي تقول ودي زهد فيها زعما راه ما بغيتهاش، أنت ما قديت لهاش ما وصلتهاش، يزهد فيها وجدانيا، يعني قلبك ما يتعلقش بها. وهذا ما سنفصله بحول الله في لقاء مقبل، انطلاقا من قوله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهذا هو اللي كيعنينا بالدرجة الأولى من بعد ما بينا فيما ينبغي أن يزهد فيه المؤمن وما لا ينبغي أن يزهد فيه المؤمن، فنبقى مع هذا الذي نعيشه في أكثر من الأحيان، حيث تتأسى النفس أن فقدت كثيرا من المباحات، فلا ينبغي أن يحصل للنفس أسى، ولا ينبغي أن تتحسر مواجدك أن لم تجد من رزق الله ما يوسع عليك به، فتعلم أن تزهد أيضا فيما لم تجد من المباحات الطيبات حتى تكون راضيا، لأن الزهد رضا، تكون راضيا بما قسم الله لك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى النبي الأمين وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم.